الرحيم. أحباء إذاعة الحياة إف إم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا يوم، هذه لحظات عظيمة رأي في تاريخ المسلمين، لحظات لأنه يتجلى فيها المولى سبحانه وتعالى من إلى السماء الدنيا فيباهي بأهل الأرض، أهل السماء يعني الملك، ويقول يا ملائكتي انظروا إلى عبادي يعني الحجاج، جاءوني شعثا غبرا ضاحين يرجون رحمتي ويخافون عذابي، ثم يقول أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. إذا نحن في لحظات هامة يجب أن يستغلها كل مسلم حتى في داره. هنا أراه وقت اللي المولى سبحانه وتعالى قال أشهدكم أني قد غفرت لهم، سألوا أحد الصحابة، سأل النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا هذا خاص بأهل عرفة أم بالناس الكل؟ قالوا لا، بأهل الأرض كلهم، بحيث يشملنا هذا بحول الله. فالإنسان في داره، في الشارع، في الجامعة، في أي مكان، يدعو الله تعالى في هذه اللحظات المباركة وهي آخر لحظات يوم عرفة، ويتوجه إلى المولى فيدعو وهو موقن بإجابة المولى سبحانه وتعالى. ما يقولش زعم المولى سبحانه وتعالى يستجيب لي ولا كذا، لا، يكون على يقين حسب الحديث القدسي، أنا عند ظن عبدي بي، حيث يكون ظنك بالمولى سبحانه وتعالى كبير يستجيب لك. نتوجه إلى الله بالدعاء والإنابة في هذه الساعة المباركة، أن يتقبل من حجاجنا وأن يعيدهم سالمين، وأن يتقبل منا كلنا، كل حسب دعائه. رغم يقولش الإنسان يزمي ندعي بالعربية الفصحى ولا بكذا، يدعي بالدارجة بأي لغة، ويتأكد أنه المولى سبحانه وتعالى كما يسمعك أنت، يسمعك لك، يسمعك اللي يتكلم بالعربية، ويسمعك اللي يدعو الله وهو جاي من أدغال إفريقيا، ويسمع اللي جاي من أوروبا ومن آسيا ومن كل مكان، لأنه قال أدعوني أستجب لكم. فلنتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء، ونسأله أن يتقبل منا جميعا وخاصة من مستمعي إذاعة حياة فهم. شكرا. السلام عليكم. نحب أن نحيوها، وكما نحب تزامنا مع الحزيزنا الميامين واقفين في سعاد عرفية تلجي المولى، حابين نحن كيك نعمل وقفة مصغرة شبيهة بلقم صالب حوله، ينظر ربي الحزاج ينظر لنا زاد اللي نحب حوله مع رب التخفى خافية، ويحب ربي هالأزواذية والدعاء، ونحن كل دعاء وتلبية كي مريض معنا، في مقولة دعاء ونتجي المولى سبحانه وتعالى، تمجيد المولى سبحانه وتعالى، وبيش رحمة ربي بحوله يستجيب لدعانا ويسفي المرضى وفرج كرب البلاد وكرب الأمة الإسلامية، وربي فرهد على كل حد، وإن شاء الله باش إن شاء الله تنعوش القلوب وتفرهد القلوب، لا بذكر الله تطمئن القلوب. هذه كل غاية منها حتى شيء، معناتها كما نقولوا لا نحب لا مناصب ولا كراسي، خليكم كراسيكم ومناصبكم عندكم. الحمد لله. إن شاء الله الله بسبيل الله خالص الوجه ربي إن شاء الله. هذه كلها شوف إن شاء الله حضور ناس كل تتباكى ناس كل خاشعة، والحمد لله هذيك الغاية منها معنا حتى شيء. إن شاء الله هذه سنة نسوقها إن شاء الله نداوموا عليها كل عام إن شاء الله. هذه أول عام من أول الصغيرة سنة إن شاء الله بدأت بأي محالة، الحمد لله تشرف، وإن شاء الله المولى سبحانه وتعالى، وكل عام كل نهار عرفات مداومين عليها كبحولة إن شاء الله. ربي يبارك كما باركت على سيدنا إبراهيم.
الحياة فام، الحياة فام، زهرة الحياة.